في فقرة في الذاكرة أو من الذاكرة أو الله يا زمان، هي تعرفونها خلاص تعودتوا عليها. هذا الأسبوع نستعيد ذكريات نجم عصر مؤسسي الطرب الأصيل، منهم الكبير بليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب الذين أشادوا بصوته ودعموه في مسيرته. الفنان أحمد دوغان يسترجع ذكرياته معنا ومعكم، تقرير من إعداد صبحي عطري. ربيب عائلة تعشق الفن من الأبوين إلى الإخوة، كبر على حب الفن وعزف الجيتار، صوت حساس مليء بالدفء عاصر العمالقة ونهل من عطاءاتهم. أحمد دوغان في الذاكرة. أهلا وسهلا. فكريني انت مين؟ أيوة شفتك بس فين؟ احنا نعرف بعض لكن العيون مسطرة فين؟ انت مين؟ انت مين؟ فكريني انت مين؟ في عمر 9 سنوات سجل في برنامج الفن هوايتي، وبعدها شكل فرقته المدرسية. ضلينا 2 3 سنين هيك نعزف بين بعضنا، وبتعرفي أيامها كانت الكهرباء تنقطع، أيام الحرب بلشت الحرب تنقطع الكهرباء، وما يكون في كهرباء نركض نحمل هالآلات ولحتى نعمل بروفيت، قد ما كنا حابين الفن بدمنا. ما نحس الوقت 24/24 نتمرن نغني، وهذا تصوري كنا نحن ندق بواب لنعمل أعراس بس لنغني ونسمع الناس شو عنا بدون مقابل. ارجعي لي ارجعي يا حبيبتي ارجعي، ارجعي لي ارجعي يا حبيبتي ارجعي، رجعي حلم الهوى واللي ضاع منا سوا. بعد أن انتهى من دراسته اتجه لاستوديو الفن عام 1980 ليحقق نجاحا ملفتا. طلعت باستوديو الفن، حسيت اللجنة الحكم كتير انبسطوا، والأستاذ وليد غلمية حكى عني كلام، يعني أنا هذا بعتبره وسام لإلي، ونجحت على محافظة بيروت. وقف استوديو الفن، ما بعرف وقت المخرج سيمو أسمر ترك تلفزيون لبنان، ونحن ما كفينا، ما أخذنا ميداليات ذهبية. سمع به بليغ حمدي فطلبه فذهب إليه إلى مصر. ما في جمعة زمان كان عامل لي الفيزا وهذا، وأخذ لي معه على مصر وقدمني بحفلتين، حفلة صوت العرب وحفلة نادي الضباط، وقدمني بخلالها من أغنية اسمها مش حب أبداً خاصة لإلي، ورجع بالحفل الثاني عمل لي أغنية تانية اسمها مدري. الصدفة جمعته بالشاعر الكبير نزار قباني ليفتح له باب التعرف على الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب. قال لي أنت يا ابني لازم تسافر على مصر وتعيش هناك، وحبعتيك مكتوبين، واحد للموسيقار عبد الوهاب واحد لمحمد الموجي. ملت حالي وسافرت، قابلت الموسيقار عبد الوهاب وسمع صوتي، قال لي يا ابني أنت لازم تسكن في مصر، حسجلك بالمعهد وتدرس هون. قعدت سنة بمصر وقابلت محمد الموجي، بس ما حدا وعدني بشي، يعني ما وعدوني بألحان، بدك تقعدي فترة طويلة لحتى يدرسوك مظبوط، لحتى كنت بعدي مش هالشهرة العربية، يعني اتضايقت، اجت فترة اتضايقت ما عاد فيني أعيش وبدي مصاري، حملت حالي ورجعت على لبنان. ليلى اسمعيني شوي. نعم شو بدك؟ تقدر تفهميني شو بكي؟ عندما عاد إلى لبنان قام ببطولة أول أفلامه بلبل لبنان الذي فتح له الأبواب. هون ابتدت مرحلة الفنية، لأنه كان بالفيلم في 5 أغاني خاصة لإلي من ألحان الأستاذ ملحم بركات وكلمات الشاعر راحل شفيق المغربي. ابتدت مرحلة الفنية الحقيقية بهاللحظة. ما وردي يا وردي يا ما وردي، قطفوا بخدودك 100 وردي. ما وردي يا وردي يا ما وردي، قطفوا بخدودك 100 وردي، وعملوها شراب وشربنا ذوبنا لوننا. لا 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 بيصرفك اللي شو لقيك بكلمات هالغنية. حلو كتير، صرت شاعر وأنا مش حاس فيك يا مطلوب. بدأ يلحن لنفسه مجموعة من الأغاني التي بدأ يتردد صداها عربيا. لازم لحن، وكررت المسبحة، عملت سيد الكل، ضحكت وبين اللولي، على بلدي، يا ليل يا مسا، قلبي ما يستغناش. بس كمان الأغنية اللي كتير أخذت نجاح كانت من الألحان فيصل مصري
أمر لكل الناس. في ظل النجاح ابتعد، فلماذا كان هذا الابتعاد؟ أنا صار عندي مشاكل كتير مع مؤسسة إعلامية، مش مع المؤسسة بذاتها، مع شخص كان هو السبب بانفصالنا عن الشركة. وأنا أساسا أكتر شيء اشتغلت مع الـ LBC كان يعني أحكيها، بس الله يوجه له الخير، في شخص يعني خربط لنا كل شيء، رغم أنه أنا شهرتي كلها الحقيقية بالضبط اجت من الـ LBC. وبعدت عن الساحة وقتها، بعدين اجاني شغل أنا بأمريكا. لما رحت قعدت هونيك فترة، وبيني وبينك ارتاحت أعصابي. أحمد دوغان اليوم يصر على العودة للفن بكل جديد وبروح الماضي الذي أسس لنجاحه. هالشي عم بلمسه هلأ، قديش غبت أنا، غبت 6 سنين، من بعد غيبتي بتحس الناس قديش مشتاقة للفن الحقيقي. هلا في اغنيتين نازلين ان شاء الله عن قريب، في اغنيه هلا حتنزل اول وحده من كلامي والحاني اسمها بتقول لي كلام، وحتتصور فيديو حتشوفوها بخلال هلا بين 25 يوم شهر. إلى كل عشاق أحمد دوغان نقول أحمد سيعود، وسنسمعه مجددا بأغاني تحمل صوته الدافئ. يا زمان يا زمان، يا رميني يا رميني بالشكل الحسن، يا بك العقد وقلها تيرارارارا، إلها حلال كل وقع وقلها تيرارا تيرارا، إلها تمن يا زمان تيرارا، يا زمان يا زمان يا زمان، يا زمان.